بيرد لها اقتراحاته عادة بنسبة 99% من العيانين بيوافقوا على اقتراحاته. جراحة تجميل المصري مش بس رقم واحد في مصر، مش عيب نتعلم، كل واحد عنده موهبة كبيرة سيسأل. حاسة التذوق العالية في التجميل شيء آخر، لأنه جراح تجميل المصري جراح عنده مهارة وصبر. 30 لتر من فتحة واحدة ما شاء الله، ربنا يبارك. الأستاذ الدكتور هاني نبيل، جراح التجميل ومؤسس عيادات إن شيب. أهلا بك. أنا عايزك تتخيل أنه وانت مثلا مع خطيبتك مع مراتك، فجاي انت بطبيعة الحال مثلا بتبوسها في خدها، كويس لا اللي ضحك فعلا ان انا بقول لك بطبيعة الحال بتبوسها في خدها، ماشي. وانت جاي فالمفروض ان في احساس للخد، اتزا خد ده وخد. فتخيل وانت جاي كده رحت وانت بتبوس الخد لقيت نفسك بتبوس سيراميكا قطعه من الايشاني، احساسك بايه؟ احساسك وانت مثلا يعني ايه بتسلم على حد وجاي بتحضنه كده وبتاع ان في حاجه خبطت في وشك كانها قالب طوب، احساسك ايه؟ احساس وحش، تخاف صح؟ برضو الدنيا بتنطر تلاقي النطرة نازلة، المفروض بتنزل على الوش عادي، لما تنزل النطرة دب وتلاقي النطرة بتنطر بعيد كده، هي مش بتنزل على اسفلت، دي نازلة على خد. فهنا نقف امام حاجة اسمها الفيلر الدائم، الفيلر الدائم ده طلع موضة، وطبعا بالنسبة لبعض الافكار الناس الستات الاقتصادية ان انت تقول لها ايه؟ فيلر دائم، تقول لك على طول، على طول، ده حلو قوي. دائم زي المكياج الدائم، طلع حاجة كده اسمها المكياج الدائم، ان الست تصحى من النوم تبص لها كانت ليها حط مكياج الصبح، ماشي. يعني ده طلع الفيلر الدائم ده طلع كارثة كبيرة جدا، ولغاية دلوقتي بنعاني منه. انا اعرف ستات مهمين جدا في المجتمع، ستات مميزات عانوا من هذا الموضوع. الحقيقة الفيلر هذا الذي يطلق عليه الساحر، ولكن زي ما بنقول ان الساحر ده بيعمل ساعات ألعاب خطرة، ممكن جدا الساحر يجي يدخلك الصندوق ويدب السكينة عشان يعديها، تسمع انت صوت السكينة دخلت في الراجل اللي دخل جوه، ده بيحصل في الأفلام الرعب. طب الفيلر ممكن يبقى فيه فيلم رعب، تعالوا نشوف واحد من أهم الأفلام حول الفيلر مع ضيف العزيز الذي سيحدثني حديثا مطولا، هيكون في مفاجآت عجيبة ورهيبة وغريبة وحوار كالعادة صريح وصادم مع ميجا ستار عالم التجميل والاسم الكبير في هذا المجال، وطبعا ضيفي العزيز والاسم اللامع والكاريزما الخاصة الأستاذ الدكتور هاني نبيل. أهلا بك دكتور. أهلا دكتور، وحشني والله. وأنت كمان يا حيز. عايز أروح للفيلر، هل هو فعلا الساحر اللي ممكن الغلطة بتاعته تعمل كارثة؟ طبعا الفيلر الدائم ممكن يعمل كوارث، او فعليا بيعمل كوارث، مش ممكن. الفيلر الدائم انا من اشد المعارضين دي، لانه لم ينجح، ما شفناش حاله عملت فيلر دائم واتبسطت. بس هو فعلا بيعمل الاحساس بتاع بيعمل كلكعة، بيعمل جرانيلومز، بيعمل التهابات، بيعمل عدم استواء سطح الجلد، بيعمل عدم استواء الناحيتين، بيعمل كل حاجه بشعه ووحشه في الدنيا. ده حاجة غير مرغوب فيها على الإطلاق، حاجة لا نحبذها على الإطلاق. لكن لو حضرتك يا دكتور أيمن بتتكلم عن الفيلر كفيلر، ده زي حد من ولادي كده. الفيلر حقيقي بقى. الفيلر بقى الفيلر بقى الفيلر ده عجينة، لو سمحت لي كده نتخيل مع بعض، عجينة زي الصلصال، هتعلي بيها هنا، هترفع بيها هنا، هتنزل هنا، هترفع هنا، أنت بقى واللي أنت عايزه. أنت هي ريشة الفنان. الفيلر هو ريشة فنان التجميل أو جراح التجميل. سحر. يفعل به ما يشاء. سحر. سحر. بس السحر زي ما أنا قلت لك، ساعات بعض أنواع الألعاب السحر. يعني لا يعني تبص تلاقي ساحر واثق من نفسه جدا جدا، وجاب صندوق وحط فيه بني آدم وعدى السكينة، سمعنا السكينة دي رشقت في البني آدم. لا، الفيلر المحترم أنا أعتقد إنه مش بيعمل كده خالص. لأنه في ميزتين.
الاولين هو ماده، الماده الخام ماده مصنعه بشكل رائع فاحنا مش خايفين منها. الثانيه ان هي ليها جايد لاينز للجراح. يعني ايه؟ يعني وانا بحقن الفيلر بشوف نتيجته، فلو حسيت ان انا بعمل حاجه غلط بسحب الابره. صعبه قوي نجيب نتيجه وحشه في الفيلر، لانه الا لو حضرتك تذوقك للجمال مختلف. لكن حضرتك بتملى المنطقه دي بمله شفاف، ممكن املاها اخليها قد كده، بس ده مش هيحصل في ثانيه يا دكتور ايمن. شكه الابره ناحن 1/10 من الانبول، هنبص في المرايه اه لطيف حلو، نعمل الناحيه الثانيه زيها، لا والله لسه محتاج شرطه كمان، نديها شرطه كمان. انت بتشوف نتيجتك. فانت خايف من ايه؟ ايه احتمالات ان الفيلر يعمل لي مشكله؟ انا في اعتقادي 0%، لان انا شايف وانا بعمل انا وصلت لايه فورا. اه بعد يومين ثلاثه الفيلر ده هيجمع شويه ميه من تحت الجلد وهيدي نتيجه الطف واجمل، لكن الكارثه هتبان لو هعمل كارثه. ما حدش بيمسك انبول الفيلر ويعمله كده، مش حاجه اسمها كده. انبول الفيلر ده 10 شورات اللي هو 1 مللي لتر 1 سنتي، لو هوزعه هنا مللي في مللي في مللي ما انا بشوف. الفن مش بيجي، او دور الفن في حقن الفيلر مش انه ما يعملش كارثه، لا هو لو اديت حضرتك دلوقتي انبول فيلر واديت حد من الساده المشاهدين انبول فيلر، تعالى احنا الاثنين نحن كل واحد خد نفس الانبول نفس نوع الفيلر، نتيجه مختلفه خالص. اه طبعا هنحط ايه فين، جرعه قد ايه عشان نرفع ولا عشان ننزل؟ تكنيكس كتيره جدا 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 في حقن الفيلر لا نهائيه. سن بنحط بزاويه 30 ولا بزاويه 45 ولا نخش نحط الفيلر ده على العظمه، علم لا ينتهي لا ينتهي علم الفيلر. اذا سنبدا الان بقى الحوار حول الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ المصريون في احتياج للفيلر بشكل كبير، يمكن اكثر من اي يعني جنسيه اخرى، نظرا لانه ليس فقط اسلوب تجميل ولكن ايضا اسلوب اعاده نضاره بشره. ابيض اسود ام رمادي؟ رمادي. هي الشعوب العربيه كلها ما بناكلش بشكل صحي، مش عايشين في مجتمعات بتتمتع بال اللي هو الغذاء الصحي، الهواء الصحي، الماء الصحي، شعوبنا العربية أغلبها كده، فأعتقد حقن الفيلر احتياجهم ليه بيكون أكتر من بره بكتير. الكثير من المتخصصين اعتقدوا أن استخدام الفيلر ده سهل جدا، وده زي ما يقولوا منفذ الكارثة، اللي هو إيه؟ إحنا عندنا الفهلوة عالية، يعني إيه يعني المشكلة إن إحنا نسوق تريلا؟ ما هو إحنا بنعرف نسوق عربيات أو بنعرف نسوق عجل. فغير المتخصص دخل مما جعل استخدام الفيلر يؤدي الى كوارث. ابيض اسود ام رمادي؟ لا لا اسود، ما فيش كوارث خالص. ما فيش كوارث؟ لا ما فيش كوارث، ما فيش نتائج. اه ما فيش كوارث. كارثه هتيجي لو حقنا فيلر دائم. الفيلر العادي فن لوحه، حضرتك بتديني بشره حضرتك، حضرتك بتقولي لي انا ايه اللي محتاجاه يا دكتور؟ هقول لحضرتك محتاجه انبول فيلر او اتنين. هنحن الامبولين دول ازاي؟ هبص لوش حضرتك، حضرتك مش محتاج، هبص لوش الزميل اللي قاعده هناك او الاخت او المريضه، اقول لها لا بصي انا هبتدي اول شكه هنا وهسيب 2 سنتي وامشي عشان ده مش هيعمل ايه، وبعدين هروح بعيد خالص، هي بتشتكي من الخط ده، اقوم حاقنها هنا، تقول يا دكتور انت بتحقن ليه؟ انا بحقن هنا عشان اساوي خد. هي فن، ريشه فنان، مفيش فيه حلو ومفيش فيه وحش، في فن. في لوحه تشتريها ب 10,000 جنيه وفي واحد يشتريها ب 10 جنيه والاثنين لوح زيت مفيش فيهم اي فكره، بس دي لوحه فنان ودي لوحه حد راسم لوحه لطيفه، الاثنين شكلهم حلو جدا، بس في لوحه تساوي قيمتها. اللي بنطلبه التذوق الفني، المهاره بتاتي في المرتبه الثانيه في حقن الفيلر. في حقن الفيلر خصيصا، بص كل جراحه التجميل المهاره رقم واحد ما عدا الفيلر. الفيلر التذوق، انت ذوقك هيبقى ماشي ازاي؟ هنحط الفيلر شكات فين؟ نعمل بيه ايه؟ ننحت ايه؟ ساعات بتقعد قدام العينه كده 5 دقايق هي بتتكلم، ولا حضرتك انا هقعد اتفرج عليكي كده. طب بصي كده، بصي لفوق، بصي لتحت، انت عايز تتخيل هتعمل ايه بالفيلر ده؟ هل معقول النهارده كل العينين اللي جايين يشتكوا مثلا من منطقه انخفاض منطقه زي الفيديو اللي شغال بين الفم والانف؟ انبول فيلر هنا ربنا يروحك بس كده؟ في حاجه اسمها كده يا دكتور ايمن؟ لا طبعا، بطلنا ده خالص، احنا ما بنعملش حقن مباشر في اماكن الفيلر. في حاجه اسمها فيلر كودز دلوقتي نزلت بره،
الكودز دي كودز فيشر كودز ام 6 كودز دي عباره عن مجموعه كودز. الكودز دي بنستخدمها لعلاج مشاكل الوجه. يعني ايه؟ كنا زمان بتيجي عيانه تقول لي الخطين دول مضايقني يا دكتور، قلنا حقنه هنا وحقنه بطلنا، مفيش حاجه اسمها نحقن في الخط اللي فيه المشكله. احنا نشوف الخط ده تكون سببه ايه ونعالج السبب يتلاشى الاثر. يعني ايه؟ لو النهارده عندي خط وعملت حقنت فيلر على العظم هنا نوع معين من الفيلر، حقنته على العظم بتكنيك معين جديد، عمل لي كده مش الخطوط دي اتفردت؟ مش كده احلى؟ بس من غير ما ازود الخط ما لمستوش. المنطقه دي منطقه الكروفات ساعات اللي بتعمل هنا مع تهدل جلد الوجه. مش احنا لو حقنا هنا عملنا كده شدينا وش، ولو زودنا هنا شويه عملنا كده، بقينا بنتعامل مع الفيلر كاننا بنتعامل مع الخيوط. ازاي نرفع بيها ونشد ونعمل ده فن. فن. انت بتقعد تركز انا هعمل كده اختيار. طب الفيلر لا يحتاج الى تجهيزات قبله، ابيض اسود ولا ابيض؟ ابيض ما يحتاجش خالص. ولا اي حاجه خالص؟ لا خالص. مجرد بس بنديس انفكت المنطقه وبنمسح المنطقه دي بمعقم كده كحول او حاجه مكاننا ناحن فيه سن الابره طبعا معقم بنحن عاده ما بيحصلش حاجه. يعتقد البعض انه بعد فتره من حقن الفيلر، الفيلر له وقت يعني طبعا، لما يخلص مفعوله الوجه بيسوق ابيض اسود او رمادي. ده معتقد على فكره عند ناس كتير، المعتقد ابيض الحقيقه اسود. المعتقد ان ده مشروع كتير قوي، لكن الحقيقه لا، يبقى غلط، يبقى اسود. غلط، اسود طبعا، اسود طبعا. مش حاجه اسمها كده، انا مش هاملى الوش لدرجه انه يتراهل لما يفضل. ده كده الكارثه مش انه هيتراهل، الكارثه انه اتملى كده فشكل اصلا مش حلو مش صح. فن يا دكتور ايمن. فن، عشق للتفاصيل، تفاصيل. هو الخطوط هتظهر ازاي؟ علاقة ما تحت العين بالانف، بحجم الانف، بحجم الخطين، بالرقبة، بالجو لاين، كل ده في ثانية. انت بالظبط تعمل كابتشر كده، بتلقط الصورة في عينيك، بتخزنها في مخك، مخك بيقول لك تعمل ايه؟ ايديك بتساعدك خلاص. ان الجلد يترهل بعد الحقن لازم يكون حقنت كمية كبيرة جدا، مش شكلنا وحش اصلا. سؤال معلش جانبي كده، الفيلر انت تحبه وجراحين التجميل المحترفين يحبونه اكتر من البوتوكس، لانه الفيلر بيدينا مساحه ابهار او مساحه مهاره. طبعا. طبعا البوتوكس ازاله مشكله. الفيلر لا حدود له. البوتوكس ما عنديش حاجه، يعني انا وكثير من زملائي في مصر هنعمل نفس النتيجه في البوتوكس. عندك حضرتك قلت النهارده هنوديها لك وهيبقى شكلك طبيعي تماما، في اي ابداع فيه؟ لا خلاص، كلنا ناخد 10 من 10. لكن الفيلر، الفيلر بقى هات لي بقى اربع خمس جراحين قاعدين ليل ونهار مع بعض تخش لهم نفس العينه يطلعوا نفس النتيجه، مستحيل. مفيش كده. مفيش. كل واحد كل واحد بفنه بفكره هو شايفها ازاي وعايزها ازاي. وده برضو عندنا ليه الجهاز اللي هو بنصور العيانه نقول لها حضرتك عايزه الشكل ده؟ احنا نعرف نعمله لك. هي دي الفكره. وان كنا لا نلجا له كثيرا، لان في الاخر هو هنلجأ له لو العينه مش عارفه هي عايزه ايه. بص انا عايزه شفايف، حط لي امبول وامبول. يا فندم احنا مش بنحط امبول وامبول، قولي لي حضرتك عايز شكل شفايفك ايه. انا رايي الشفه دي ممكن نحددها، ممكن نقلبها، ممكن ندي فوليوم. لا انا رايي مش حضرتك مش محتاجه فوليوم، انت محتاجه بس تتقلب سنه عشان تبقي طبيعيه. بندي لها اقتراحات، وعاده بنسبه 99% من العينين بيوافقوا على اقتراحاتها. لا يعتقد الكثيرون انه لا يوجد فارق بين الفيلر والكولاجين، ابيض اسود ولا رمادي؟ لا اسود طبعا، في فرق كبير. فرق كبير طبعا. ده شيء وده شيء. الهيالورونيك اسيد ده بيتصنع من بني ادمين، ده بتكنولوجيا عاليه جدا بتصنع من بني ادمين. الكولاجين كان بيتصنع من الحيوانات مع الريسك، هو ارخص كتير جدا جدا، بس هو تلاشى من العالم تمام. ما حدش النهارده بيستخدم كولاجين خالص. احنا بنستخدم حاجه اسمها كروس لينكد هيالورونيك اسيد، ده الماده الفعاله، ده مش اسم الفيلر، ده الماده الفعاله. وبشكل اقل شويه بنستخدم الماده اللي هي الكالسيوم بيبتايد، ده ساعات بيستخدم في بعض الاماكن ديب شويه على العظم او في الايدين او حاجه، استخدامات محدوده جدا جدا جدا. لكن العالم كله النهارده بيتكلم على كروس لينكد هيالورونيك اسيد، هو الـ 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 الجوكر الموجود دلوقتي. اذا هنذهب بقى، طالما الفيلر مكان للموهبه، مكان لابراز قمه الاداء والنظره العميقه لشيء مش متشاف، لشيء هيتشاف، فده هيخليني اشوف مين بقى اللي هيبقى متهم ومين الجاني ومين البريء. جاني، متهم، ام بريء؟
السؤال ده مهم قوي. في كلمه هي اللي هتغير الطبيب الذي هي الكلمه يرفض، الطبيب الذي يرفض ان يعطي الحاله اي معلومات عن نوع الماده وعن نوع الحقن التي يستخدمها في الفيلر، هل هو متهم ام جاني ام بريء؟ يرفض يعني المريض طلبت منه هو لا جاني. يرفض. لا يحرص متهم، حاول توريه لها احسن، لو المنتج بتاعك كويس وريها العيانه العلبه بتاعت قدامها وكل حاجه تمام، بحيث في الاخر تبقى مقتنعه ان حضرتك بتقدم لها احسن. مش عيب، هو ليس ساعات بيبقى عيب. ايوه انا ببقى شايف ساعات انه هو حضرتك شاكه فيا، هو انا متهم بحاجه؟ ما ناخدهاش بالشكل ده خالص. في الفيلر العيانه بتخش تقعد على الشازلونج، تحط لها كريم المخدر الموضعي بيتمسح، بقول لها بص حضرتك ده الفيلر اللي عندنا ده اللي هنستخدمه مع حضرتك، بيتفتح قدام حضرتك مبرشي معاه، خلي معاك العلبه الفاضيه. ليه يا دكتور انا بقالي سنين عارفك وعملت معاك وسمعتك وانت حضرتك مش مهم خالص، هو ده اللي بيناسبني انا. انا مش مجال شك ولا اقبل ان اكون مجال شك، مجال شك، لكن هي حقها. ليه؟ مش دافعه الثمن؟ يعني ما ايه المشكله انها يعني خدي العلبه. الطبيب الذي يوافق مريضته على حقن كميات كبيره من الفيلر جاني. مش هيريح الناس. لا جاني طبعا. يخرب عقلك ده. هو في ساعات ستات احقن يا باشا. مش احنا وتتحايل. لا وتتحايل لا. عليه. لا حضرتك ما حدش هيخليني اعمل حاجه مش عايزها. شكلها مش حلو، انا جراح تجميل ولست جراح توحيش، ممنوع حش الناس. لو انا مش مقتنع ده اجمل، لو حضرتك تديني مليون جنيه مش هعمله، مش هتبقي اجمل يا مدام. هو انا في الاخر حضرتك مش بيقولوا كل يعجبك كل بس يعجب الناس، حضرتك شكلنا ده حضرتك هتشوفي نفسك 5 دقايق في المرايه والمجتمع هيشوفك طول اليوم في شغلك وفي الشارع وفي النادي وفي العربيه وكل. ليه حضرتك انت حره انا بعمل اللي انت عايزاه، بس بلاش تعذبي البشريه، لانه في الاخر شكلك مش حلو. احنا عندنا مطربه مشهوره جدا 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 شكلها اتغير تماما، مش مصريه، مع الحقن الفيلر بقى شكلها غريب جدا ومثار انتقاد كل الناس على السوشيال ميديا وبتاع. هو ده صح؟ هو ده مش دي لبنان؟ هو ده لبنان؟ هو ده صح؟ هو ده الحقن الصح؟ ان احنا يبقى شكلنا كده ده صح؟ ده ذوق الجراح اللي عملها، تخيل ذوق وحش قد ايه؟ يعني هي كانت اجمل كثيرا بدون فيلر. طب لو انا النهارده انا بشوفها عينيك بترتاح ما بتشوفها، انت عارفها طبعا. لا انا عارفها. عينيك بترتاح. لا خالص. في حاجه بتخض ليها بوز كده بتتصور بيه ساعات، يعني مش كده؟ مش كده يعني. لا ومن غير بوز بتخض. طب لو هتدي له، لو انت عندك يعني جدلا يعني فرصه ان انت تحكم عليه بعدد السنين، يعني دي له حكم يتحكم عليه قد ايه اللي وافق المريض ده؟ 10 سنين 5 سنين يبطل حقن فيلر فوريفر. مش دواق. مش رسام. مش رسام. ممكن يكون احسن واحد بيعمل نحت واحسن واحد بيعمل شفط واحسن واحد بيعمل تجبيق حبيب. ده فن. هي الحته دي مش بتكسب قوي وجايز ما بتكسبش خالص، بس هي فن. يجب ان تكون بص يعني جايز تكلمنا حاجات كتير. الفيلر بتكلم انت لازم تعيشه، لازم تيجي مره معانا هتحبه. هو يتحب. اذا انا مره كنت موجود اذا ما حبيتوش اتبسطت قوي. اذا ما حبيتوش كجراح وكطبيب ما تعملوش، هو مش مربح فبلاش. هو مش عيب تعمل، بس هو هي امبول الفيلر هو ريشه الفنان. ممكن تطلع صوره عالميه رائعه 3D و 4D و 5D، تطلع حد شديد الجمال وتظهر مواطن الجمال في الوجه. ممكن تبقى عادي، ممكن تبقى هولوش، ده ماله فيه ايه؟ ليه طيب؟ نحت. بالظبط. نحت. هو انا سالت ليه هتديله قد ايه وبتاع والعقوبه عشان اللي جاي، والسؤال اللي جاي هو طب الذي يستخدم بقى الفيلر الدائم ده جاني. ده جاني طبعا. جاني. تديله قد ايه؟ يبطل يشتغل في التجميل. مش في الف الفيلر، يبطل يشتغل في التجميل كله. ده اعتقادي. الفيلر الدائم في الوجه؟ جريمه. يعني يبطل تجميل؟ لا مش مقبول خالص. ده وش البني ادم ما يصحش خالص يا جماعه. كميه المشاكل صعب صعب صعب. اكيد وصل لعلمه انه عنده عيانته دي رجعته تاني بخراريج وبكراكيع ونديولز وجانيولومز. خلاص بقى عملتها مره وقلنا حصل خير، انما انت لازلت النهارده مصر انك حضرتك تعمل كده، ده صعبه قوي. صعبه جدا. صعبه جدا يعني. تعالى بقى نروح للوهم والشك واليقين. يلا. الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟
قبل ما ادخل يعني هو في سؤال برضو كلاسيكي شويه، هل الفيلر والبوتوكس يعني لكلاهما مشجعين اهلي وزمالك؟ يعني في ناس يقول لك انا بوتوكس ماشي لكن فيلر لا، وفي ناس يقول لك لا فيلر انا بحب الفيلر لكن بوتوكس لا، في كده؟ مش قوي يعني ولا دي خيال مني؟ مش قوي، هو يعني دايما تقول لك بص خلينا في الفيلر احسن. اهلي وزمالك. اهلي وزمالك شويه بس مشجع بتاخدها معاك يعني، مش مشجع مشجع الزمالك ولا بتاع الزمالك ولا بتاع، لا مش الفئه دي او الكم ده من العينين بتقنعها في خمس دقايق بيفهم دي ست الكل ده مش هينفع هنا، هينفع هنا ده افضل كده، ده هيعمل كذا فبتقتنع. الفيلر يقوم باصلاح لمشجعينه ومحبينه، يعتقدون في اعتقاد رهيب انه يقوم باصلاح جميع عيوب الوجه. جميع تظل برضه شد الوجه. هي بص هي مجموعه ادوات عشان نقف في الاستوديو ده محتاج كاميرات ومحتاج صوت ومحتاج مش عارف ايه ومحتاج ايه تخصصات. احنا عندنا ادوات، البوتوكس منها، الفيلرز منها، الدهون منها، الخيوط منها، اجهزه الاثيره وشد الوجه المبسط او الحالات البسيطه منها. طالما انت متمكن من ادواتك ممكن تستخدم بالظبط زي اللوحه، ممكن يبقى فيها لون ازرق ونستخدم بعد شويه لون اصفر ولون اخضر، ما دام عندك الادوات ومعاك الريشه اللي هي مهاره حضرتك وحبك اللي بتعمله هتجيب نتيجه كويسه. ان انا اعمل لوحه كلها ازرق هتبقى حلوه. هو نرجع تاني فيما يتعلق بالوجه وازاله التجاعيد، هي فن. لازم ريشه فنان ولازم مجموعه الوان عشان تطلع لوحه حلوه. يتوقف نسبه الامان على حسب نوع الفيلر ومهاره الطبيب في الحقن. ابيض ابيض لا مش ابيض يقين بقى يقين سوري يقين هو ابيض بقى. ابيض يقين. يقين يقين طبعا نوع الفيلر بيشكل 20-30% لان نوع الفيلر مرتبط هو انت جوده الريشه والالوان اللي بتستخدمها هي القماشه. انت عايز تفصل فستان حلو قوي، لو القماشه حلوه هتساعدك كديزاينر، هيساعدك انت ديزاينر للوش هتساعدك. لو القماشه وحشه هتعمل حاجه كويسه برضو بس هتبقى يعني، والديوريشن هتقعد قد ايه، الفيلر ده هيقعد قد ايه تحت الجلد، هنحط ماركات تعبانه ورخيصه مع ده بعد شهر تيجي تقول لك انا حقنت فيلر بعد شهر راح الفيلر مش لاقيها يا دكتور. حضرتك حقنتي نوع ايه؟ لا ما اعرفش. سالت تقول لا ما سالتوش. طب لا خلاص حضرتك هنضطر نحقن فيلر تاني نوعيه كويسه يقعد معاك 6-9 شهور، في بعض الناس انواع بتقعد سنه عشان لما مش معقول كل شهر تيجي تحقن لي فيلر. انت نورتنا كالعاده واسعدتنا سعاده جميله وحوار شيق، وزي ما بقول لك انا مستني متشوق للقاء القادم. لا عامل لك كذا مفاجاه يعني حاجه كده. اللقاء القادم ده متشوق له جدا، وخصوصا الحوار عندما يكون متسم بالصراحه والوضوح الشديد جدا والخط الفاصل ما بين الحق والباطل، ما بين الوهم والضلال، ما بين الابيض والاسود. هذا الخط يريح عقليا جدا المشاهد الذكي، يريحني جدا، وطبعا مشاهد الناس الحلوه ولا اذكى ولا اروع ولا اجمل واكيد ولا ضيفي كمان. نورتنا يا جدا نورتنا، خليكم دايما مع الناس الحلوه. ايه الصعوبات المرضيه اللي عنده؟ كان بيشتكي من ايه؟ ما كانش بيعرف ينام على السرير زي اي واحد عادي، كان ينام وهو قاعد. انت طفل صغير خالص كان وزنك زياده؟ كان كل مشكلته الاكل. يعني انت لعبت كوره قبل كده ولا ما لعبتش قبل كده؟ لا هي مره واحده بس. 100 تاني سنه هيبقى 110 120 على 18 سنه هيبقى 180. طب هنستنى ايه؟